سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم جبت لكم وصفه، اول وصفات العيد. جبت لكم ابسط وصفه ممكن تجربوها في حياتكم. البنات اللي ما عندهمش الفور باش يطيبوا، جبت لكم وصفه ما تطيبش بصح بنينه 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 بنينه. ما كاش اللي ما ذاقهاش وما ماتش عليها، ما كاش العيد اللي ما نجربهاش ونعاودها فيه. كل عيد لازم يقولوا لي ديرنا رافايلو. ها هم البنات، شوفوا مكونات بسيطه. عندي اول شيء نستلي، باتا، عندي شوكولا بيضاء، انا افضل هذه شوكولا، هذه مليحه اللي مليحه. عندي نواد كوكو، وعندي لا كريم شانتيي. دركا نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. طريقه التحضير بسيطه جدا. نبداو اول شيء نذوبوا الشوكولاته تاعنا. نقول لكم نعطيكم المقادير بالتدقيق كيفاش نديرو. على حمام مائي نحطوا دوكا الشوكولاته تاعنا تذوب، ونضيفوا عليها النستلي. فوالا البنات، نحي نجيب 500 غرام تاع شوكولا بيضاء، نحطها في لو ريسيبيون هذايا، ونحطها تذوب لي على حمام مائي. ومن بعد البنات نزيد نضيف لها لو نستلي هذايا. نستلي ماشي كراميل، نستلي عادي. الشوكولا تاعي انا قطعتها قطع وحطيتها تذوب. كي تبدا شويه تذوب نضيف لها لو نستلي هكذا. هاي الشوكولا تاعي بدات تذوب، شوفوا كيفاش. دوكا انا نحط لها نستلي كراميل. هو نستلي نورمالمون، شوفوا يا البنات، نستلي ماشي هذا، اللي يجي بيض احسن. بصح انا ما لقيتش، انا شريت هذا، بصح افضل ديروا الاخر على جال اللون باش توقد لكم رافاييلو تاعكم باللون تاعها بيض ناصع. مي اذا ما لقيتوش حطوا هذا، هذا ثاني يجي بنين. نضيفها معها ونرجع لكم. فوالا، خليهم يمتزجوا مع بعضهم هكذا. نستلي البنات استعملوه كيما راه، ما طيبوه ما تغليوه ما والو. كيما تشريه بعدا من بشرة تحطيه هنايا يذوب مع الشوكولا. البنات نجيب الشوكولا البيضاء. شوفوا اذا تحبوا تغلبوا الشوكولا البيضاء اكثر ديروا 200 غرام، اذا ما تحبوش تغلبوا ديروا هكذا كيما انا، حوالي 150 غرام تاع شوكولا بيضاء. هذه الشوكولا البيضاء راح نستخرجوها هنايا في السكرفاج الخشين، هذه باش نزينوا بها ال الرافايولو تاع كي نخلص هكذا. نوريكم كيف يكون، ما تكونش رقيقة بزاف. نكمل كامل الكمية ونرجع لكم. فوالا البنات، شوفوا كيفاش رحيتهم. هادو يا البنات نضيف لهم 200 غرام تاع نواد كوكو. 200 غرام نواد كوكو بالكاس تاعنا تاع ام والد كيما نقولو حنايا، يجيكم هكذا كاس صغير، غير ربع كاس، غير شوية. هادي ما تنقصوا ولا تزيدوا، ولا تزيدوا مثلا شوكولا اكثر، ولا تزيدوا نواد كوكو اكثر، هادي هنايا ما يهمش. بنا راهي مضمونه في كل الاحوال. هكذا خلطوهم مع بعضهم وخليهم جانبا. شوفوا الكراميل تاعي هاوليك، شوفوا انا طفيت عليه، هاهو كراميل شوكولا البيضاء هكذا. نخليوه نروحو لهنا، نجيبو يا البنات 100 غرام تاع الكريم شانتيي، نبردوها في الثلاجة. ها هي يعني كاس الا ربع، و 100 غرام تاع الحليب البارد الثاني. شوفوا البنات، انتو ما تشريو الكريم شانتيي تشريو 300 غرام. 100 غرام راح نطلعوها هنايا، و 200 غرام راح نضيفوها بالخليط تاع الشوكولا والكراميل. نطلعها مليح
شوفوا البنات على الكريم شانتيه تاعي طلعت مليح مليح. شوفوا ها كيفاش تجينا، حطيت ضعف الحجم ديالها حبسو. فوالا يا البنات نعاود لكم باش تفهموا مليح. هنايا حطيت نيستلي مع 500 غرام بوطا نيستلي مع 500 غرام تاع شوكولا بيضاء، ندوبهم على حمام مائي ونحطهم هنايا. نزيد نجيب 250 غرام نواد كوكو، 100 غرام كريم شانتيي، وهنايا 100 غرام كريم شانتيي مع كاس حليب 100 غرام، يعني كاس حليب غربه 100 غرام، ها هي كاس حليب كاس غربه. ها درك الان يا البنات نضيفوا هاد المكونات على بعضها. ها هي نيستلي تاعنا، نحط لها نواد كوكو، نزيد عليها لا كريم شانتيي غبره ها هي، ونزيد عليها هذه لا كريم شانتيي المخفوقه. فوالا نخلط بعضهم. دوكا نجيب لا كريم شانتيي المخفوقه ونزيد نضيفها معها هي الاخرى، نحطو هذوك الاولين باش ما تهبطناش لا كريم شانتيي من الشوكولاته تاعنا ونستلي اللي دايبين وسخونين شويه، نحطهم بالعقل ونحرك باش نحافظ على القوام تاعها. هكذا ومتى ندخلها فيها البنات. بعد ما ندخلها من المكونات كامله مع بعضهم نغطيها ونحطها في الثلاجه واحد الساعتين هكذاك، ونجي نكمل الطريقه معاكم. هكذا حرك مليح دوكا هكذا يتبان لكم جاريه، كي تحطوها في الثلاجه راهي تحكم روحها، نشكلوا بها كويرات عادي جدا. فوالا البنات شوفوا كيفاش امتزج معايا الخليط، شوفوا كيفاش دوكا هذاك النواد كوكو يزيد يشرب مليح مليح في الثلاجه ساعتين، نغطيوه ونخليوه في الثلاجه مده ساعتين، ونجيو نديرو كويرات ونرمضوه في هذاك الخليط تاع الشوكولا البيضاء اللي سكرفجناها مع نواد كوكو. فوالا البنات راني جبت الرافايلو تاعي من الثلاجه، دهنت يديا بالزيت وبديت نكور فيهم نكورهم، ومن بعد نروح نرمضهم في الخليط تاع نواد كوكو والشوكولا رابي، ونديرهم في الكيسات مباشره، ونزينوهم بحبه لوز. تحبي تحطي تحطوها لداخل يا البنات كيما تحبوا تحبوا، شوفوا الحبه ما تكونش كبيره بزاف، متوسطة هكذايا، وديري لي كيسات اللي يجيو هكذا مدورين، وزينيها شقيلها حبة تاع لوز هكذايا، ونوريهولكم أبخي في طبق تقديم. رافايلو تاعي راه واجد، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله. جربوها بني بزاف ما يتشبعش، جربوا الطريقه هذه. كاين بزاف اللي يديروا رافايلو ماشي بصح الوصفه الحقيقيه، هذه هي الوصفه الحقيقيه، جربوها راح نضمن لكم باللي تعجبكم. شهيه طيبه ومع السلامه.